فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى مبينا خطر الشرك ووجوب الحذر منه: ولكنك لا تتجنبه وتحذر منه إلا إذا عرفت ما هو الشرك. إذا عرفت ما هو الشرك وعرفت خطره ووفقك الله لتجنبه فإنك سلمت بإذن الله، وإلا فأنت على خطر عظيم. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كما سبق أنه مثل الحدث، إذا خالط الطهارة أبطلها، فكذلك الشرك إذا خالط العمل أبطله وأفسده. أنت تحرص على الطهارة والوضوء والاغتسال، وهذا شيء طيب، لكن هذا لا يكفي حتى تعرف ما هو أخطر من ذلك، وهو نجاسة الشرك. الشرك نجاسة مثل الحدث، إذا خالط العبادة أفسدها، مثل الحدث إذا خالط الطهارة أفسدها، صار وجودها كعدمه. إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، هذا في القرآن، قال الله جل وعلا في الأنبياء: وهم الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لأفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك خطره عظيم، ولا يمكن أن تتجنبه إلا إذا عرفته ما هو الشرك، لأن الناس اختلفوا في تفسير الشرك. الشرك هو عبادة غير الله، هذا هو الشرك، صرف شيء من أنواع العبادة من ذبح أو نذر أو دعاء أو استغاثة لغير الله عز وجل. فمن ذبح لغير الله أشرك، ومن دعا غير الله أشرك، ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك، فهو يدخل في جميع أنواع العبادة ويبطل العبادة. المشكلة أنه يبطل جميع العبادة، يبطل جميع أعمالك، ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هو بس يبطل العمل الذي داخله، بل يبطل جميع العبادة، هذا خطر عظيم. الشرك هو عبادة غير الله بالدعاء والنذر والنحر والاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنواع كثيرة. كل نوع من العبادة يمكن يدخله الشرك، وإذا دخل الشرك نوعا من أنواع العبادة أبطل جميع الأنواع، هذا خطر عظيم. والشرك هو عبادة غير الله من جميع أنواع العبادة، فإذا دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرت مشركا الشرك الأكبر، وحينئذ بطلت أعمالك كلها، هذا خطر عظيم. من الناس من يقول الشرك هو عبادة الأصنام، عبادة الأصنام فقط. نعم، عبادة الأصنام شرك،
ولكن دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والاستعانة بالأموات هذا أيضا شرك، وهو ما عليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام، تعظيم القبور والتبرك بها وزيارتها لأجل النفع ودفع الضرر، هذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله، ما هو بس عبادة الأصنام. وسيأتيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأشجار والأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه، ما فرق بين من يعبد الصنم ومن يعبد الأولياء والصالحين، ما فرق بين، قاتلهم جميعا لأنهم كلهم مشركون، ما فرق بينهم في الحكم كما يفرق هؤلاء الذين يعبدون الأولياء والصالحين والقبور ويبنون عليها المشاهد، يقول هذا ما هو بشرك، الشرك عبادة الأصنام ونحن ما عبدنا الأصنام. عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، ما هو الشرك مقصور عليها، يجب أن تعرف هذا ولا تنخدع بأقوال هؤلاء. من الناس من يقول الشرك إثبات الأسماء والصفات، هذا العجب، ولذلك يسمون إثبات الأسماء والصفات شركا، يسمون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات يسمونها مشركين، لأنهم أثبتوا آلهة مع الله، يقولون أثبتوا آلهة مع الله فهم مشركون، فعدوا الموحدين عدوهم مشركين، هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله. يسمون الشرك بغير اسمه، يقولون هذا توسل، الاسم ما يغير الحقيقة، أنت لو سميت السم عسلا ما تغير السم، هو سم، إذا سميت الشرك لأنه توسل هذا ما يغير الحقيقة، هو شرك، يقولون هذا توسل بالصالحين، أن نتوسل بالصالحين لأنهم صالحون ونحن مذنبون وهم أقرب إلى الله منا، الله ما أمرك بهذا، الله أمرك أن تدعوه مباشرة، فادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا لي بواسطة فلان ولا توسلوا لي بفلان، ما قال هذا، فأنت ادعوا الله مباشرة والله يسمع وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما يحتاج تكتب له ورقة ومعروض، ولا يحتاج توسط واحد يروح لمه ويقوله مثل ملوك الدنيا أبدا، نرفع يديك في أي مكان وفي أي زمان، نرفع يديك إلى الله وادعو والله يسمع ويقدر على إجابتك، فلماذا تلف تروح مع طرق ما أمر الله بها، الله قال ادعوني ما قال توسلوا إلي، أما قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الطاعة يعني أطيعوني، الوسيلة الطاعة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله عز وجل، هذه الوسيلة أنك تتخذ واسطة من الخلق، هذا تفسير باطل، تفسير باطل وضلال، الوسيلة هي العبادة والطاعة، هي سميت وسيلة لأنها تقربك إلى الله جل وعلا، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء، ما لي يقول الشاعر ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء، الدعاء هو الوسيلة، العبادة هي الوسيلة، فهذا يجب أن المسلم يعرفه. كل اللي قلت الشرك يقول أعوذ بالله، تعوذ من الشرك، وهذا صحيح طيب هذا، لكن لو تسأله ما هو الشرك ما يدري وش الشرك، إما أنه ما يدري وإما أنه يفسره بغير تفسيره، هذا ضروري أن تتعلم التوحيد وتتعلم ما هو الشرك الذي يفسد التوحيد من أجل أن تتجنبه. أنت إذا لم تعرف نواقض الوضوء يمكن ينتقل وضوءك ما دريت، إذا ما تعرف تدرس
تدرس نواقض الوضوء تعرفها حتى تتجنبها وتحافظ على طهارتك، يمكن ينتقض وضوءك وتصلي وانت على غير وضوء وانت ما تدري. كذلك أخطر من هذا إذا جهلت ما هو الشرك، قد تشرك بالله، وخصوصا أنه دعاة إلى الشرك، دعاة ضلال يدعون الناس إلى الشرك ويزينون الشرك، يلفون فيه مؤلفات. فالخطر عظيم، إن لم تلجأ إلى الله وتتعلم أمور دينك وعقيدتك هلكت مع الهالكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب الجهل. الله ما ترك لنا عذرا، أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وأقام علينا الحجة وأزال عنا الجهل. اقرأ القرآن يا أخي، شوف كم فيه من آية تحذر من الشرك وتبين ما هو الشرك في القرآن العظيم، ولكن تقرأه بس مجرد تحسين صوته وحفظ وما أشبه ذلك، هذا ما يكفي. لازم تقف عند كل آية وتعرف معناها، خصوصا آيات التوحيد والآيات اللي فيها التحذير من الشرك، من أجل أن تحافظ على عقيدتك وعلى دينك، تسير على منهج صحيح. نعم، صلى الله عليك. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، هذه واحد، صرت تعمل على غير هدى، عمل يتعبك ولا فيه فائدة، العاقبة أشد من هذا، تكون من الخالدين في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفره الله، إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله، ومآله إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذنب هذا خطره، كيف نتساهل فيه ونجهله ونقلد الناس ونقتدي بالناس، شوف فلان شوف علان، ليه ما تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم تقتدي بالرسول، خليه هو قدوتك، ما هو بتقتدي بفلان والشيخ الفلاني، اقتدي بالرسول وبمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أكثر أهل الأرض ما يكون على الحق إلا أفراد من الناس، لكن ذولا ما يبغون، ولا شذاذ، وهذولا تكفيريين، وهذولا وهابيين، وهذولا يلبسونهم من هالألقاب وينفرون عنهم، وما ذنبهم إلا لأنهم وحدوا الله وعبدوه حق عبادته ودعوا إلى الله على بصيرة، هذا ذنبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. انتبه، لعل الله أن يخطر. عرفت أن أهم ما عليك، أهم من كل شيء، أهم من كل شيء. نعم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك قبل أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام البيوع والمعاملات والآداب، أهم ما عليك أن تعرف عقيدتك، هذا هو أهم ما عليك. فإذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأمور، إذا فسدت العقيدة فسدت كل الأمور. نعم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، شبكة الشرك، شبكة الشبهات، شبكة دعوة الضلال ودعاة الضلال، شبكة محيطة. فإذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك وعملت بذلك طلعت من هذه الشبكة، تخلصت منها، وإلا فإنك ستقع فيها مثل ما تقع الطيور في الشباك. نعم. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. هذه الشبكة الشرك بالله سميت شبكة لأن لها فروع ولها تقاسيم ولها دعاة ولها هيمنة،
تجد المشركين يحرصون على أن الناس يشركون بالله عز وجل أشد من الموحدين. الموحدون قليل منهم من يهتم ويقوم ويدعو إلى الله ويصبر، قليل منهم، لكن المشركون عندهم جلد وعندهم رغبة ونهمة في الدعوة إلى الشرك، تحسينه للناس، لأن الشياطين تؤزهم. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نعم. وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله غفور رحيم واسع المغفرة، لكن المشرك ليس له نصيب من مغفرة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي نوع من الشرك الأكبر، أي نوع من الشرك الأكبر لا يغفره، حتى الأصغر لا يغفره الله، ولكنه لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به بأي نوع من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الذنوب، يغفر الزنا، يغفر أكل الربا، يغفر لإذا شاء سبحانه وتعالى، يغفر الكبائر التي دون الشرك، ولكن الشرك الله جل وعلا لا يغفره أبدا. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. انتهينا من المقدمة، قدمة هذه الرسالة المفيدة، وقفنا على بداية القواعد، إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.